في سي اي بي عارفين دايما اللي ليك ومهم انت كمان تعرفه. ما تأجلش تحديث بياناتك لان مهم ليك. حابين نفكرك بحاجتين ما ينفعش تتجاهلهم. البنك لما يبعت لك علشان محتاج تحديث بياناتك، وتحديث بياناتك من نفسك لما يتغير فيها حاجة زي عنوانك او رقم تليفونك او اي معلومة ممكن تصعب التواصل بيننا وبينك. اعرف حقك مع سي اي بي.